جبارة سيرفيس لوجيستيك شركة كروسينغ. خديت الباك ديالي في 2016 ومن بعد درت لافاك تخصص اقتصاد وتدبير. درت دوزيام اني خديت الدوك ديالي، خديت الإجازة ديالي في اقتصاد وتدبير، وفي نفس الوقت أنا خدام. وحاليا أنا باقي شنقرا، متبع الماستر ديالي، بريمير اني ماستر في الفينانس. اكتشفت أنني خاصني ندخل لسوق الشغل في الدوزيام اني ديالي في لافاك. قررت أنني نمشي ندخل خدمت في شركة كروسينغ. بقيت كنقرا وخدام او ميم طون على سيرفيس لافاج، كيدير لونفو والريسبسيون وكيدير المحاسبه، كيتحاسب على اي حاجه مشات واي حاجه جات. البوست ديالي كيطلب الانضباط والصرامه والمسؤوليه. تاثير الحياه المهنيه على حياتي الشخصيه كان زادني انضباط، ان الانضباط اللي تعلمته في الخدمه كنطبقو حتى في حياتي اليوميه. تعلمت كيفاش انني نتصدى للمشاكل ديالي، حيت كان في الخدمه ديالي كيكون عندي عراقيل، كيكون عندي مشاكل، تعلمت كيفاش نتصداهم. وبطبيعه الحال هذا الشيء هو اللي كيكون الشخصيه ديال الانسان، كيخلي انه يتحدى جميع المشاكل ديالو. النصيحه ديالي للشباب اللي بغى يدخل لقطاع الصناعه، اول حاجه خصو تكون عنده انضباط، ثاني حاجه عنده روح المسؤوليه، ثالث حاجه عنده انه يكون انسان شغوف.